बच्चे हाफज मोहम्मद हारस साहब उस स्टेज पर तशरीफ लियाए और तलावते कुराने पाक इरशाद फरमाए। माशाल्लाह इस बच्चे ने अपना हिफज मुकम्मल किया है। असी दुआ गो हाँ अल्लाह ताला इस बच्चे नू पंज वक्त दा नमाजी और अपने परदादे दे नक्शे कदम ते हज़रत शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मुहम्मद हसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह दे नक्शे कदम ते चलन की तौफीक अता फरमाए। हाफज मोहम्मद साकिब साहब हाफज मोहम्मद हारिस साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم। हाफज मोहम्मद ज़ुबैर साहब को ज़ुबैर मंजूर वो भी इसी गांव का बच्चा है। तलावते कुरान पाक इरशाद फरमाएगा हाफज मोहम्मद ज़ुबैर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنأمنا على الإنسان وإذا أنأمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم.